بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بكم ومكملين مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم امبارح كان ذكرى غزوة بدر والنهاردة هنتكلم عن غزوة بدر فما أجمل أن تتوافق الأمور بهذا الشكل امبارح كان 17 رمضان وهي كانت الجمعة 17 رمضان سنة 2 هجرية تعالوا نبتدي بس من الأول شوية أنتوا فاكرين النبي صلى الله عليه وسلم آخر حاجة عملها امبارح مجتمع أول ما راح المدينة أول سنتين المجتمع كان فيه مشاكل كتيرة جدا مهاجرين جايين من بلدهم من المدينة من مكة سابوا أهلهم وسابوا أرضهم وسابوا بلدهم وسابوا سكنهم جايين بلا مأوى بلا شغل طبيعة الشغل في البلد دي غير الشغل اللي موجود هناك في مكة كان تجارة النهاردة هنا زراعة هم ما بيجدوش الزراعة وضعهم المالي صعب جدا لدرجة إن في حوالي 100 منهم بقى اسمهم أهل الصفة فقراء المسلمين اللي جايين مهاجرين اللي مش لاقين حتة يقعدوا فيها فالنبي بنى لهم حتة في المسجد بتاعه يعيشوا فيها ويبقوا فيها لغاية ما يلاقوا مأوى الوضع ان العادات الاجتماعيه مختلفه حتى المناخ الصحي مختلف عن الصحابه اللي جايين من مكه المهاجرين شعارين بغربه شعارين بوحده شعارين ان هم بعاد عن مجتمعهم اوضاع صعبه جدا الانصار كان في معارك بين الاوس والخزرج وكل واحد فيهم بيقول مين فينا اللي هيبقى كبير في المجتمع الجديد مين الاوس ولا الخزرج اللي هيبقى له وضع اقوى في المجتمع الجديد وبالتالي في تحفز رغم ان هم مسلمين في كفار لسه لم يسلموا من الاوس والخزرج موجودين في المدينه في منافقين شكل جديد دخل على المجتمع لقوا ان الاسلام قوي ولقوا ان الاسلام بيقوى في المدينه فادعوا الاسلام وهم بيبطنوا المكائد للمسلمين في يهود ثلاث قبائل محتكرين التجاره تجارة الحبوب وتجارة التمر وتجارة الخمور وتجارة الثياب محتجرين حتى أبار المية اللي الناس تشرب منها وحاسين ان هم اعلى مرتبه من العرب وحاسين ان النبي اخر الزمان كان المفروض يطلع منهم فطلع من العرب فعندهم غضب ده الوضع في المدينه وفي قريش بره بتتربص للمسلمين وشايفه ان المعركه ما انتهتش بل بالعكس هتزداد ضرره فيها هتعمل ايه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضع دون قلنا امبارح ان هو عمل عشان الوضع الداخلي عمل ثلاث حاجات بنى المسجد مش عشان العباده وبس عشان دي البوتقه ده المكان اللي يتصهر فيه المجتمع وتتالف الارواح المهاجرين يطمئنوا والمهاجرين والانصار يدخلوا ببعض والاوس والخزرج يدخلوا ببعض المكان اللي هيجمع فيه ارواح الناس ويجمع قلوبهم ويوحد افكارهم كان واحد بناء المسجد اتنين عملت ايه يا رسول الله المؤاخاة بين المهاجرين والانصار كل واحد قديم من المهاجرين يسكن في بيت واحد جديد من الانصار فيحل مشكلة السكن ويدخل المجتمع في بعضه ويربط المجتمع في بعضه هتعمل إيه الحاجة الثالثة يا رسول الله لليهود اللي موجودين هنعمل دستور في حقوق المواطنة وواجبات المواطنة أنتم يا يهود مواطنين معانا هنا في المدينة لكم حقوق وعليكم واجبات وإحنا كمان يا مسلمين لنا حقوق وعلينا واجبات نعيش مع بعض في وطننا الجديد اللي تأسس على قيم الإسلام ومبادئ الإسلام طيب ده الوضع وده اللي حصل امبارح بدا المجتمع يتحرك فيه حاجات جميله قوي ايه هو بدا المجتمع يتحرك فيه حب نشر الخير بعد اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم بدات الناس هي تتحرك الناس الايجابيه الناس في بلادنا مش ايجابيه دلوقتي يا اخوان الناس سلبيه اديكوا امثله على الايجابيه دي ازاي المجتمع بيتحرك هديك مثل في البعد الخيري ومثل في البعد الاقتصادي في البعد الخيري او في حب الخير النبي صلى الله عليه وسلم يجي له واحد من المهاجرين مش عارف يتعشى جعان مش عارف ينام فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يضيف هذا الرجل الليله فيطلع راجل ومراته من الانصار انا اضيفه يا رسول الله فياخده على البيت عنده ويعملوا الاكل بس الاكل ما يكفيش الا العيال هم كمان الانصار فقراء لكن عايز يتحرك عايز يخدم يا جماعه عمل الخير مش للاغنياء بس عمل الخير لكل واحد بيحب الاسلام هتعملوا ايه يا انصار يا انسان يا جميل انت ومراتك هننيم العيال من غير عشاء نطبطب عليهم لغايه ما ننام يناموا ونطفي اللمبه ونحط الاكل اللي ما يكفيش الا واحد عشان الضيف ياكل واحنا طول ما احنا قاعدين نخبط ايدينا كاننا بناخد من الصحن ونقعد نعمل ببقنا ان احنا بناكل وهنعملها في السر مش هنقول لحد عشان ناخد الثواب على الاخر نصحى الصبح نروح نصلي الصبح احنا والجار بتاعنا بعد ما اكل وشبع ونام نلاقي ايه نازله على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ارادوا السر واراد الله العلم ارادوا الاخلاص واراد الله ان ينتشر الخبر ليعم الخير ويقف النبي بعد ما يصلي الصبح ويقول ان الله عجب يعني
إن الله راضي. عجب هنا بمعنى الرضا من صنيعكما بضيفكما الليلة. ليه يا رب انتشر الخبر؟ لأن المجتمع كان في حالة فقر وضعف، مطلوب إن القيم دي تنتشر. أذكر يا جماعة إن لما جينا عملنا في صناع الحياة جمع الملابس المليون شنطة، وفي شنطة رمضان السنة دي قمنا جمعين مليون شنطة ووزعناها على الفقراء، ففي بعض الناس قالت ما كنا نعملها في السر، ليه بنقول مليون؟ ما تخليها كل واحد يطلع. يا جماعة نشر الخير في المجتمع زي ما القرآن فضح اللي أراد إن هم يصمتوا، انشر الخير واعلن إن الخير بينتشر، خلي الناس تقلد بعضها. إنما نشرها الله ليقتدي الناس ببعضهم البعض فينتشر الخير. مش كل حاجة إن كتم الخير أولى. ينفقون سراً وعلانية، وأحياناً العلانية بتكون مفيدة للمجتمع زي السر بالضبط. فشفت المجتمع بدأ يتحرك إزاي لنشر الخير، وربنا يعني ينزل قرآن يساعد على هذا الأمر. حتى في الجانب الاقتصادي المجتمع فقير وأهل الصفة 200، طب عايزين ينتشر الخير فيبدأ رجال الأعمال يتحركوا. عثمان بن عفان، هتعمل ايه يا عثمان؟ هروح بفلوسي اشتري الابار من اليهود، انا غني. هيشتري بئر روما ويعمل ايه؟ المفروض ان هو يشتريها بقى ويخلي اللي عايز يسقي يدفع، فيباعها يشتريها ويدفع فيها مبالغ كبيره جدا لليهود، وياخدها ويديها للمسلمين هديه. خلاص هذه للمسلمين يا رسول الله، اللي عايز يشرب يشرب. دور. والنبي صلى الله عليه وسلم يعمل حاجة تانية، يعمل إيه؟ يبني سوق جديدة في المدينة. أنا بس أوريكم يا جماعة إن القضية ما كانتش صلاة وصوم بس، كان في تنمية، كان في حركة. فتعمل إيه يا رسول الله؟ نعمل سوق جديدة، مش اليهود محتكرين كل حاجة، نعمل سوق جديدة عشان يطلع رجال أعمال جديدة يحملوا الرسالة، ويبدأ يطلع نماذج جديدة، يطلع بقى عبد الرحمن بن عوف، ويطلع فلان ويطلع فلان، ويبدأ ناس جديدة تشتغل وتنتج. والشباب لما لقوا كده بدأوا هم كمان يتحركوا، فطلع مجموعة من الشباب عملوا جمعية 70 صحابي. جمعية تعمل إيه؟ تعلم أهل الصفة الفقراء مهن الصبح، تعلمهم إزاي خراطة وحدادة، ده اللي احنا بنقول عليه مشروعات صغيرة وحاجات زي كده، يعلموهم خراطة وحدادة الصبح، وبالليل يحفظوهم قرآن. على فكرة 70 واحد دول أطلق عليهم اسم القراء عشان بيحفظوا قرآن، والسبعين واحد دول ما اكتفوش ان هم بيعلموا قرآن وعلموا مهن كمان. السبعين صحابي دول اللي ساعدوا في حل المشكلة الاقتصادية في المدينة، عشان ساعدوا في حل المشكلة الاقتصادية رزقهم الله الشهادة كلهم مع بعض في يوم واحد. هنجيلها كمان سنة. شفتوا يا جماعة اللي بيشتغل للمجتمع، ممكن تكون رجل أعمال بتنمي وانت قاعد في شركتك 24 ساعة وربنا كتبك شهيد. نظرة للإسلام جديدة، انك ممكن تكون صاحب رسالة فنية، ممكن تكون صاحب رسالة إعلامية، ممكن تكون رجل أعمال وتقدم للإسلام خدمة غيرك ما قدمهاش. عثمان بن عفان اشترى بير لأنه غني، لأنه تاجر كبير، فشرب الناس. تخيل ثوابك إيه يا سيدنا عثمان؟ يا جماعة بصوا للإسلام كده، بصوا لبلدنا كده، إن مش الخير بس اللي بيروح لدار الأيتام، إن مش الخير بس اللي بيحفظ الناس قرآن، ده رجل الأعمال والشاب اللي بيعلم الناس والإعلامي، كل ده ممكن تبقى عند ربنا غالي جدا جدا جدا. السبعين واحد عشان علموا الناس خراطة وحدادة، عشان أهل الصفة ما يعودوش مش لاقيين شغل، فعلموهم يشتغلوا بالنهار ويأكلوا لقمة عيش، كانت النتيجة إن هم رزقوا الشهادة، هنجيلها بعد شوية. شفت حاسس بمجتمع المدينة؟ وتبدأ تنزل الفروض، كل الفروض ما كانتش لسه جت في مكة. تبدأ الصلاة، هي اتفرضت في الإسراء والمعراج 5 مرات بس، ركعتين 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 ركعتين. جينا المدينة يبدأ بقى الفروض والعبادات، لأن محتاجين للمجتمع الجديد طاقة إيمانية شديدة، حتى العبادات جاية في الوقت المناسب. 2 الصبح، 4 الظهر، 4 العصر، 3 المغرب، 4 العشاء. دي جديدة، دي في المدينة، دي سنة 2، كل ده سنة 2. الصيام، كل ده ما كانش فيه صيام، لا سنة 2 هجرية الصيام بدأ، سنة 2 هجرية. الحجاب ما كانش فيه، سنة 2 هجرية. الزكاة، مش المجتمع ده محتاج فلوس، مش بقى فيه وطن والوطن ده محتاج فلوس ومحتاج تمويل، فجت فريضة الزكاة. واخدين بالكم يا جماعة؟ كل حاجة في ديننا جاية في وقتها وفي احتياجها الطبيعي للمجتمع. ويبدأ دي الصورة أول سنتين زي ما كملتها لكم كده. طيب ويحصل حاجة كمان جميلة جدا، تبدأ الأفكار المبتكرة تظهر. زي إيه؟ فكرة المنبر. المنبر
منبر النبي صلى الله عليه وسلم وكل المساجد عندنا فيها هو ينفع مسجد من غير منبر؟ هو المنبر جيب القرآن؟ لا جيب سنة؟ لا مال ده ايه؟ ده اختراع. اختراع مين؟ واحدة ست. واحدة ست من الصحابيات قالت يا رسول الله، شوفوا الإعلام دلوقتي بيقولك أهم حاجة في الإعلام إنك تشوف إن يحصل، أو في الاتصالات فن الاتصالات إن يحصل علاقة نظرية بينك وبين المتحدث. فالست فهمة كده، يا رسول الله عايزينك تبقى في حتة عالية عشان كل الناس تشوفك وإنت تشوف الناس عشان الاتصال يبقى قوي. فنون الإعلام الحديثة. فاتبنى المنبر واتعمل المنبر، وما كانتش فكرة موجودة قبل كده، وفكرة استقر عليها المسلمين وهم مش عارفين هي جت منين. ده ابتكار واحدة ست قالته للنبي صلى الله عليه وسلم، وجي النجار قام مصممه واتعمل أول منبر في الإسلام. الأذان، الأذان ما جاش بقرآن. طب عايزين نجمع الناس على الصلاة نجمعهم إزاي؟ هل نضرب ناقوس زي ناقوس الكنائس؟ طب ما احنا عايزين فكرة نتميز احنا بيها. طب ايه الحاجة اللي نعملها؟ ما حدش عارف. لغاية ما يجي صحابي، مش النبي صلى الله عليه وسلم، مش القرآن، ابدعوا بقى يا أمة يا جديدة، يا مجتمع يا جديد، ابدع انت كمان وطلع انت كمان. فتطلع واحد زي سيدنا عبد الله بن زيد وينام فيرى رؤية، شوفوا دماغه مشغولة قد ايه، يرى ان هو ماشي فيلاقي واحد معاه ناقوس فيقول له ممكن اشتري منك الناقوس ده؟ شوف دماغه شغالة ازاي. فقال له الراجل هل أدلك على خير من ذلك؟ فقال وما ذاك؟ فقال له صيغة الأذان. فجي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله نقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد، وبدأ يقول للنبي صيغة الأذان. فقال النبي رؤيا خير، مش حديث ولا قرآن، رؤيا حلو. راجل من كتر ما دماغه مشغولة ربنا هدى للفكرة، أكيد كان نايم بيحلم بالموضوع فربنا هدى للفكرة. احلموا للإسلام يا أخوانا، احلموا ليه؟ يقوم ربنا يبعت الأفكار. الأفكار ما بتجيش بالشطارة، الأفكار بتيجي بنفس غيرانة بتحب الإسلام قوي، بتحب الرسول قوي. الأفكار بتيجي كده. عبد الله بن زيد بيحب إسلامه قوي، نايم وطول الليل عمال يحلم أعمل إيه، أحل المشكلة دي إزاي. فربنا من عليه وشاف الرؤية عشان ياخد ثواب الأذان ليوم القيامة، عشان بس حلم عشان كان قلبه غيران. أنت يا ترى هتاخد ثواب قد إيه؟ ويجي بقى طب أنا اللي قلتها يبقى أنا اللي أذن. يقوم النبي يعلمنا قيمة تانية، قيمة جميلة قوي، لا مر بلالا فإنه أندى منك صوتا. القيم الجمالية عندنا عالية قوي 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 قوي، مش أي حاجة، بندور على الشكل الراقي الشكل الجميل. قوم يا بلال أذن، ويبقى بلال مؤذن الرسول برؤية عبد الله بن زيد. مجتمع مبتكر، مجتمع والنبي قدوة في هذا المجتمع. هما على فكرة جماعة فقراء قوي والدنيا صعبة عليهم قوي، لكن لما يلاقوا قائدهم، لما يلاقوا رسولهم قدوة ليهم، يروح واحد منهم ويقول له انظر يا رسول الله أنا من شدة الجوع رابط على بطني حجر من شدة الجوع، شايف اللي أنا فيه؟ فيبتسم النبي صلى الله عليه وسلم ويكشف عن صدره فإذا بيه رابط حجرين مش حجر. فالراجل يقول إذا كان رسول الله رابط حيام روح. ويجي يقول ويسمعوا كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أشهر ولا يوقد في بيت رسول الله نار، لما الناس تأكل الأول أبقى أنا أكل. فيقولوا له يا رسول الله فماذا يسألوا السيدة عائشة طب ما كان بيأكل إيه؟ التمر والماء، يعيش على التمر والماء لغاية ما الناس تشبع والناس تأكل. قدوة ليهم تخليهم يصبروا. تبص على بيوت زوجاته، روحوا بصوا يا جماعه الناس اللي عايشه في المدينه والناس اللي جايه، شوفوا بيوت زوجاته صغيره قد ايه الى اليوم. ده انت تمد ايدك تلمس السقف. بيوت ما فيهاش، مع ان في زمنه كان في بيوت في منتهى الفخامه، لكن اختار الشكل دون علشان يصبر بقيه المجتمع كله، عشان المجتمع يقول ده هو القائد هو القدوه، يبقى انا لازم استحمل قدوه صلى الله عليه وسلم. ومش قدوه في كده وبس، قدوه في الايثار. الدنيا في الشتاء في المدينه برد قوي قوي قوي، فتيجي واحده ست من الانصار وتقعد تتعب وتغزل وتعمل عباءه من صوف وتجيبها للنبي، فيفرح بيها النبي قوي، آه كنت محتاجها قوي. أول لبسة يطلع بيها صلاة الفجر وهو لابسها الحمد لله الدنيا دفى. فواحد من الأنصار قاعد كده قال ما أجملها من عباءة، اكسنيها يا رسول الله، ما تديها لي يا رسول الله، يعني عيب يعني ما يصحش كده. فقال النبي نعم. فقام النبي وقام عليه ولبسها له، لبسها له مش رمها له أو أروح خدها يعني عيب. فراح النبي وقام ملبسها له. فالصحابة قالوا بالله عليك تفعل هذا مع رسول الله؟ قال والله ما فعلتها من أجل البرد، ولكن فعلتها لتكون كفني عندما أموت وكفن فيها. فكان شايف النبي صلى الله عليه وسلم وروح ده يا ترى يا جماعة شفتوا المجتمع؟ اتفرجتوا عليه؟ شفتوا الدنيا عاملة ازاي؟ شفتوا الناس بتتحرك؟ شفتوا النبي بيتحرك في وسطهم ازاي؟ طيب
احنا فين دلوقتي؟ ده الوضع الداخلي. طب ما تيجوا نبص على الوضع الخارجي. ايه الوضع الخارجي؟ الوضع الخارجي اذا كانت الجولة في مكة انتهت بصراع الحق والباطل بان الحق طلع من مكة، فالمعركة ما انتهتش. خلي بالكم يا جماعة، احنا من الحلقة دي هنبدأ ندخل على المعارك واحنا مش مكسوفين من الجهاد. شوفوا كلام واضح. ومش مكسوفين من احاديث النبي عن الشهداء والمجاهدين في ظل الظرف العالمي اللي احنا فيه، علشان ما حدش يظن ان احنا المفروض نخجل من معارك النبي ونخجل من احاديث النبي عن الشهداء والمجاهدين. لكن اللي احنا بنقوله ان ايه الاسباب اللي ادت بالنبي الى هذا الجهاد. النبي صلى الله عليه وسلم اول كلمه دخل بها المدينه: تدخلوا الجنه بسلام. اول كلمه: افشوا السلام. هو دين سلام؟ طب ليه كل المعارك اللي حصلت في تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم؟ اولا هو لم يكن متعطش للدماء، بدليل ان اجمالي القتلى في كل معارك النبي، حد يعرف الرقم كم؟ 400. وكان ممكن يخليها حمامات دم، وكان ممكن وهو داخل مكه يخلي الدماء للاخر، بس ما حصلش كده. اجمالي القتلى 400 في كم معركه؟ قول 17 18 معركه، 400 فقط. فدي واحده. وشوفوا المعارك، هتقول لي ما هو زمان ما كانش فيه قنابل نوويه وما كانش، لكن كان في معارك تانية زي حرب الاوس والخزرج كان بيموت بيها في الالاف، لكن هو ما عملش كده. طب ما للحرب من ايه؟ الحرب من اجل حاجه واحده بس، الرساله. يعني ايه؟ فاولا احنا بنخجلش من حروب النبي، ولا بنخجل من احاديث النبي. واوعى حد يشعر بهذا الخجل او يحاول يلوي عنق الايات والاحاديث ويقول لا 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 ده ما كانش بيه، لا ده حصل، بس من اجل ايه؟ من اجل الرساله. ازاي؟ هو يا جماعه خليني اقول لكم بصراحه، من اول يوم النبي بيقول لقريش ايه؟ خلوا بيني وبين الناس، خلوني اكلم الناس، انا عندي رساله ربنا بعتني بيها، الرساله دي لاصلاح الارض، من فضلكم سيبوني ابلغ رسالتي للناس وسيبوا الناس تختار. وانا بقول لا اكراه في الدين ومش هجبر حد، وشوفوا انا ما اجبرتش حد اهو، لا اليهود اجبرتهم على دين ولا حد، بس خلوا بيني وبين الناس. طب هم قريش طلع من مكه، هل طلوعه من مكه حل المشكله؟ ما حلش المشكله. هو حل ايه؟ حل ان احنا بالوطن الجديد هنحاول نوصل الرساله. لكن يا جماعه النبي ما خرجش من مكه عشان هربان، ولا علشان لاجئ، ولا علشان يعيش عيشه هانئه سعيده، خرج عشان اكمل الرساله. طب خرجنا من مكة هنعرف نكمل الرسالة؟ قريش برضو منعانا. خلوا بيني وبين الناس، لأ إزاي؟ كل قبائل العرب مش عايزة تسمع للنبي، أنت منبوذ، إحنا مش عايزين نزعل قريش، ده إحنا في بيننا وبين قريش تحالفات. اتكلم، بقاله سنتين بيتكلم، محدش عايز يسمعه أصلا، مش محدش عايز يسلم، مش هنسمعك يحسن قريش تزعل مننا. يا قريش خلي بيني وبين الناس، أنا حوصل رسالتي، حوصل رسالتي إن شاء الله، أموت في سبيل ومش هوقفها، وإن دعا الداعي إن أنا أقاتل عشان تسيبوني أكلم الناس هقاتل عشان تسيبوني أكلم الناس. ده المفتاح يا جماعة، ده المفتاح بتاع معارك النبي مع قريش. سيبوني أكلم الناس. هتقول لي طب ده وجهة نظر المسلمين، ما يمكن وجهة نظر قريش غير كده. لا، دي كمان وجهة نظر قريش. حديث واضح جدا لعتبة بن ربيعة اللي عنده 80 سنة اللي راح يفاوض النبي، فاكرينه؟ عتبة بن ربيعة يوم غزوة بدر، تخيل بيقول له قريش ايه قبل ما المعركه تبتدي؟ يا معشر قريش عودوا بلاش نحاربه. وقام قايل الجمله دي وموجوده في كل كتب السيره: خلوا بين محمد وبين الناس، فان اصابته العرب انتصرت استرحتم منه، وان انتصر على العرب فعزه عزكم وشرفه شرفكم. كلام عاقل، سيبوا الراجل يتكلم. فقال له ابو جهل جبنت جبان: أنترك أموالنا؟ شفت بقى تاني المصالح الشخصية. المعركة ما خلصتش يا جماعة، خروج النبي من مكة ما حلش المشكلة، هو حل أمن النبي، بس أمن النبي الخاص إنه ما يقتلش، لكن المشكلة ما زالت قائمة. خلوا بيني وبين الناس، لأ. فقال له جبن، طب وفلوسنا وجهنا وعزنا ووضعنا بين قريش والأصنام اللي حوالين الكعبة بتاعت العرب والأحلاف اللي بيننا وبين العرب عشان التجارة بتاعتنا، إزاي نخلي بيني وبين الناس؟ أبدا. فقريش مصرة. طب وبعدين؟ إذا كان لا حل إلا الحرب علشان أبلغ الرسالة هحارب. فهمتوا يا جماعة الوضع عامل إزاي؟ وبعدين خلي بالكم ده في حتة تانية كمان، إيه هي؟ مش في ناس في مكة، مش في ناس من الصحابة لهم حقوق خدتها قريش؟
هو الصحابة وهم مهاجرين مش اتخذت كل فلوسهم؟ ده حتى بيت النبي اتخد منه وباعوه وسكنوا فيه حد تاني. النبي لما جه يفتح مكة قالوا له ألا أفلا تذهب إلى بيتك يا رسول الله؟ قال وهل تركت قريش لي بيتا؟ بيت إيه؟ أنا ما عادش عندي بيت. الفلوس اتخدت. فاكرين صهيب وهو طالع لما خدوا كل فلوسه؟ كل الصحابة هجروا بهدومهم. إزاي؟ طب حقوق الناس دي، سمية اللي اتقتلت، الحقوق دي يتركها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده هو من أول يوم بيقول أنا جاي أقول الحق ودافع عن الحق، يترك حقوق الناس دي؟ لازم ترجعوا حقوقهم. فواحد يسأل يقول طب ما حاربهمش ليه وهو في مكة؟ لا، في مكة أنا كنت مواطن في مكة، ما يصحش أخرج على نظام مكة، ما يصحش أخرب في بلدي وأنا قاعد في البلد دي. إنما إحنا دلوقتي كيانين مستقلين. النقطة دي دقيقة قوي للشباب اللي إيه، اللي يقول طب أنا عايز الحق هدمر في بلدي. لا يا حبيبي، النبي صلى الله عليه وسلم طول ما هو في مكة أنا جزء من المجتمع ده، في حاجة اسمها مواطنة، ما أقدرش أعمل كده. إنما بقينا كيانين مستقلين، اديني حقي او انت دلوقتي دولة محترمة هدخل في حرب قدامك. فهمتوا يا جماعة؟ دي الرؤية ليه النبي صلى الله عليه وسلم هيبدأ الصراع مع مكة. فوق كل دون ان مكة اصلا بتجهز العدة لحرب النبي، يعني انسى بقى كل الكلام ده، هي اصلا لو هو ما فكرش في الحاجات دي هي هتعمله، بس هو مفكر. في رسالة عايز اوصلها، وقلت لكم خلوا بيني وبين الناس، وانا مش هسيب رسالتي ابدا، هوصلها يعني هوصلها. فإن دعا الأمر إن أنا أموت في سبيلها وأقتل في سبيلها فده واجب عليا. حد يا جماعة بيبص للنبي كده، شوفوا النبي وحمل الرسالة، مش اضطر للحرب يا جماعة، مش غصب عنه. عشان الناس تقعد تقولك طب هو حرب دفاعية عشان خايفين يبرروا الجهاد، فيقولك لا أصل الإسلام حرب دفاعية، وناس تانية تقولك لا ده هو انتشر بالسيف، هو ولا كده ولا كده، هو الموضوع خلوا بيني وبين الناس، أنا عايز أبلغ رسالتي، سيبوني اقولها للناس. فلو منعتموني واستنفذت كل، بقاله سنتين بيحاول مفيش فايده، وبقاله 13 سنه في مكه بيحاول مفيش فايده، وسبت لكم البلد وبرده مفيش فايده، لا اتحمل امام الله ان انا ما بلغش الرساله. وصل المعنى الخطير دون؟ هتعمل ايه يا رسول الله؟ هنبدا نجهز بقى. هيحصل ايه؟ هيحصل حاجه عجيبه قوي، تغيير القبله. من فين؟ من بيت المقدس للكعبه. كأن ربنا بيقول ايه؟ عينيكوا على هنا. اشمعنى في التوقيت ده بالذات؟ فاهمين يا جماعه؟ اشمعنى تغيير القبله في التوقيت ده؟ عينيكوا على هنا، عينيكوا على مكه. مكه دي هي اللي منع، مكه دي الاستراتيجيه. ولذلك يا جماعه النبي في المدينه ممكن واحد يقول له ما تستريح بقى في المدينه وتعبدوا ربنا واستريحوا، مش جيتوا المدينه الحمد لله وطلعتوا؟ ناموا بقى واهدوا واعبدوا ربنا، واديكوا بنيتوا المسجد وخليكوا في حالكم. انا عندي رساله للارض. الموضوع مش امن شخصي، الموضوع مش مساله راحه، الموضوع مش ان انا خرجت من مكة هارب، ده انا خارج من مكة علشان الرسالة توصل للعرب كلها، ومكة هي زعيمة العرب، فانا عيني على مكة. فهمتوا ليه يا جماعة النبي فضلت المعركة مع مكة؟ وليه تغيير القبلة في التوقيت ده؟ عينيكوا على الكعبة، لبعد عبادي والبعد تاني استراتيجي، القضية في مكة. طيب ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ هيبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يجهز للصراع القادم بين الحق والباطل. أدرك النبي بدري من أول يوم في المدينة إن لسه في معركة جاية، معركة من ناحيتي لأن أنا عايز أوصل الرسالة، ومعركة من قريش لأن أنا عايز تثبت أنها زعيمة العرب. فالمعركة جاية، فالنبي مبادر، مش هيستنى لما قريش تضرب. هتعمل إيه يا رسول الله؟ هيعمل ثلاث حاجات حلوة قوي. أول حاجة إحصى. إحصى إيه؟ عارفين علم الإحصى؟ أول واحد هيبدأ النبي صلى الله عليه وسلم، احصولي كل واحد بيقول لا إله إلا الله في المدينة، احصولي كل واحد قادر على حمل السلاح، بيحدد قوته. شايف النبي شايف التخطيط النبوي صلى الله عليه وسلم؟ احصولي كل واحد قادر على حمل السلاح، احصولي كل واحد بيقول لا إله إلا الله، اسمع التالتة دي، احصولي كل واحد بيعرف يقرأ ويكتب، لأنه عارف إن الدين ده ينتشر بالعلم. شايف النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها، خلص علم الإحصاء دي الأولانية. التين هيقوم عامل حاجة اسمها جهاز مخابرات بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم، استطلاع في كل الجزيرة، يمشوا في كل الجزيرة بالذات في الطريق بين مكة والمدينة. يعملوا ايه؟ مجموعات صغيرة كده، يقودهم اتنين كانوا شباب صغيرين في مكة، طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد جوز فاطمة بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب، أحد الاتنين من العشر المبشرين بالجنة. انتوا كونوا معاكوا 8 أو 10 تنفار، وعايزكوا الطريق من مكة للمدينة ده تدرسوه كويس قوي قوي قوي، كل اللي بيحصل فيه، وحركة ماء قريش على الطريق ده وانا عاملة ازاي، ومين بيروح ومين بيعدي ومين بيجي. طلحة وسعيد بن زيد يبدأوا المهمة بتاعتهم ويشتغلوا لمدة سنتين. بيعملوا ايه؟
أول حاجة يجيبوا كل الأخبار والمعلومات. اتنين يعدوا على القبائل اللي في الطريق يقنعوهم إن هم يبقوا على الحياد بين مكة وبين المدينة. يبقى النبي عارف إن في معركة جاية، ممكن تبقوا على الحياد، ممكن تبقوا على الحياد. ده اللي بيعمله النبي صلى الله عليه وسلم. الحاجة التالتة بيبعث سرايا. يعني إيه سرايا؟ مجموعة قتالية صغيرة كده من 10 صحابة ولا 20 صحابي، مش تحارب، إنما يعني تجوب الطريق بين مكة والمدينة في استعداد للقتال، ما بتحاربش. 10 مرات على فكرة كل السرايا اللي بعتها ما فيش فيها ولا واحد أنصاري، كلهم مهاجرين، لأن هم أضرب الطريق. شوف النبي عينه على مكة إزاي، ولأن هو عارف إحنا قضيتنا مع مكة. فيبعت سرية ورا التانية ورا التالتة ورا الرابعة، ومنها تدريب. تدريب لمين؟ تدريب للصحابة على المعركة القادمة. كل حاجة بتخططها يا رسول الله ماشية صح. الآن الوضع إيه؟ الآن هيبعت النبي سرية. إحنا قبل بدر بشهرين، السرية دي خطيرة قوي، دي آخر سرية قبل بدر، سرية واحد اسمه عبد الله بن جحش. ويقول له يا عبد الله تطلع على فين؟ تطلع على الطريق، تطلع تاخد الجواب دون. واداله النبي جواب مقفول، حاجة جديدة في المخابرات الإسلامية، حاجة ما اتعملتش قبل كده، جواب مقفول، ما تفتحش الجواب ده إلا بعد يومين. شوفوا حاجة جديدة، ابتكار جديد من النبي صلى الله عليه وسلم. تقرأ أنت واللي معك، كان معاه 8. ففضل ماشي يومين، وبعدين فتح الكتاب فلقى النبي بيقول له إذا نظرت في كتابي هذا فامضي حتى تنزل نخلة كذا بين مكة والطائف. يا نهار أبيض، دي أول سرية تقرب من مكة قوي، ده بين مكة والطائف، حتى تنزل بين مكة والطائف فتعلم لي أخبار قريش بدقة. واخدين بالكم يا جماعة اعتماد النبي على المخابرات والاستطلاع عالي إزاي؟ يعني نابليون اتهزم في الحرب مع روسيا لأنه ما اشتغلش استطلاع كويس، ما اشتغلش مخابرات كويس، فراح هتلر اتغلب. لكن النبي الأمي صلى الله عليه وسلم ما يغلق، كل حاجة عارف قوته قد إيه، وعايز يعرف قوة عدوه قد إيه بدقة. فيبعت المجموعة دي، بعتهم إمتى؟ شوف برضو تخطيط النبي، في الأشهر الحرم، عشان قريش ما تحتكش بيهم وهم ما يحتكوش بقريش، مش عايز يحارب. دي مش مجموعة للحرب، دي مجموعة للاستطلاع، عايز أخبار. يوصل عبد الله بن جحش، يفتح الكتاب، يقرأ الكتاب، يلاقي النبي كاتب له في آخر الكتاب ولا تستكره أحد من أصحابك أن يخرج معك. التمانية ما تجبرهمش إنهم يجوا معك. عشان إزاي تعمل استطلاع وإنت مش عايز؟ عشان يركز. كل التمانية وافقوا، موافقين، ها بيقربوا، وهم رايحين اتنين منهم تاهوا، راحوا يدوروا على بعير ليهم فتاهم، فأصرتهم قريش، سعد بن أبي وقاص اللي هيفتح القادسية بعد كده، وصحابي تاني. فبصوا لقوا نفسهم بقوا 6 واتنين أصرتهم قريش. احنا النهاردة امتى؟ آخر يوم من رجب، آخر يوم في الأشهر الحرم، فمتلخبطين على الآخر. طب اتاخد منين اتنين؟ طب نرجع للنبي نقول له ايه؟ في الوقت ده معدي عليهم قافلة لقريش يقودها عمرو بن الحضرمي، فشوروا بعض، طب ما ناخد منهم 2 أسرى زي ما خدوا مننا 2 أسرى. فواحد رد عليهم قال لهم يا جماعة الرسول قال لنا استطلاع بس، وبعدين ده احنا في الأشهر الحرم. قالوا لا، طب ما بس خدوا مننا أسيرين. طب بس احنا آخر ليلة، ده بكرة مش الأشهر الحرم، فنعتبرها خلصت. طب يبقى ازاي ناخد أسيرين ننشقنا وشهم؟ فضربوا سهم فمات عمرو بن الحضرمي، جه السهم فيه، فقتلوا واحد في الأشهر الحرم وخدوا الأسيرين ورجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا قريش عرفت، دعاية في الجزيرة العربية، محمد يقتل في الأشهر الحرم، شفتوا محمد بيعمل إيه؟ شفتوا العيب، شفتوا حصل إيه؟ وصلوا للنبي فغضب النبي غضب شديد، قال لم أأمركم بقتال وفي الأشهر الحرم؟ ده أنا بعيدكم في الأشهر الحرم عشان ما تعملوش قتال، هتعمل إيه يا رسول الله؟ وفضل غاضب من عبد الله بن جحش حتى نزل القرآن. نزلت الآية تقول يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. اللي حصل غلط، شوف الاعتراف، شوف القرآن والاعتراف، انتوا غلطتوا. يعني شوفوا يا جماعة، يعني يا رب دول أعدائنا، ما طلعناش قدامهم ان احنا غلطنا، انتوا غلطتوا. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. بس أكمل لكم بقية الحكاية، بص بقية الآية، وصد عن سبيل الله اللي انت عملتيه يا قريش، وكفر به، والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. شايف الرد القرآني؟ أنتوا غلطانين يا مسلمين، بس أنت يا قريش بدل ما تعملي الدعاية اللي أنت عملتيه أكبر. أقيس لكم الكلام ده يا جماعة على واقعنا، نفس الآية دي، الإرهاب حاليا والعنف حاليا غير مبرر وغير مقبول وغلط،
ومهما كانت الأسباب لا نقبله أبدا. بس خلي بالك، غياب الحق والعدل والحرية في العالم هم الأسباب اللي أدت لانهيار العالم. مش نفس الآية؟ مش هي راكبة ولا مش راكبة؟ دي سرية عبد الله بن جحش، ده قبل بدر بشهرين. احنا النهاردة فين؟ احنا هنبدأ غزوة بدر. احنا النهاردة أول معركة بين المسلمين وقريش، وأول انتصار للإسلام، وأول انتصار للحق على الباطل. دي معركة مش عادية يا اخوانا. انتوا عارفين، عايز تعرف أهمية بدر في التاريخ؟ بدر دي ربنا سماها ايه؟ يوم الفرقان. فرقان يعني ايه؟ وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، اللي بيفرق، يوم التقى الجمعان. ليه ربنا سماها فرقان؟ فرقان بين الحق والباطل، فرقان بين قيم وأخلاق بتفضل المصالح الشخصية على انتصار بيطلع قيم وأخلاق العدل والحق. فرقان بين قيادة قريش، زعامة قريش للجزيرة، وزعامة جديدة للنبي صلى الله عليه وسلم، مش بدر هي البداية، وزعامة جديدة للنبي صلى الله عليه وسلم هيقود فيها الأرض وهيقود فيها الجزيرة العربية. يوم فرقان، يوم مش عادي. انت عايز تعرف قيمة أي حدث؟ انظر، قارن بين اللي قبله واللي بعده. قبله ايه؟ قبله قريش مسيطرة على كل حاجة. طب وبعده ايه؟ بعد العرب بدأت تبص تقول ايه ده؟ ايه ده؟ ده ما عادش القوة الوحيدة في الجزيرة هي قريش، ده في قوة جديدة اسمها محمد صلى الله عليه وسلم. فبدأت تنجذب ودان. شفتوا بقى النبي اضطر يدخل الحرب ليه؟ خلوا بيني وبين الناس، مش عايزين؟ طب الناس هتبدأ تسمعني. فبدأت العرب تقول لا، ده محمد بيقول كلام كبير، ده محمد انتصر، ده ما عادش مكة بس. شفتوا يوم بدر يوم عمل ايه؟ نقلة رهيبة يا اخوانا، نقلة رهيبة في تاريخ البشرية كمان. إن قبل التاريخ دون الأرض كان شكلها حاجة، ومن التاريخ دون هيبدأ خير وحق وعدل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم تنتشر. يوم الفرقان هو يوم انتشار رسالة النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض كلها. دي أول انتصار لهذه الفكرة على الأرض. شفتوا ليه تسمت يوم الفرقان؟ سبب الغزوة، المعركة حصلت ليه؟ قريش بعت قافلة حط فيها 1000 بعير و50,000 دينار ذهب عمالة بتتاجر فيها للشام. فلوس مين دي؟ فلوس مين اللي هيتم التجارة بيها؟ يعني الفلوس كترت كده ليه؟ فلوس الصحابة، الفلوس اللي اتاخدت طالعين بيها مودينها فين؟ نتاجر بيها في الشام. عن طريق مين؟ سيد من سادة قريش أبو سفيان هو اللي هيتاجر بيها. الحرس بتاع القافلة كام؟ احنا عندنا تحالفات، احنا قريش سيدة مش محتاجين حرس كتير، لان احنا سيدة العرب وعندنا تحالفات مع كل العرب، ومحمد ده ما يسلم صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الحرس قد ايه؟ 40، قليل قوي. طالعين وصلنا الشام، التجارة زادت اضعاف مضاعفة. دي فلوس مين؟ دي فلوس قريش كلها. رجع القافلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة ويقول لهم إن عير قريش، عرفت منين يا رسول الله؟ مش قلنا عنده جهاز مخابرات ملطلحة وسعيد دول قاعدين نايمين؟ ده جابوا له الأرقام، حتى من الرقم الحراس 40، طلحة وسعيد اللي جايبينهم له. إن قريش تستعد يا رسول الله بقافلة قادمة من الشام ستمر من المدينة. خلي بالكوا، المدينة هي طريق المرور بتاع قوافل قريش، جاية معدية من عند المدينة. فقال النبي إن عير قريش ستمر بكم، وإن الله سينفلكموها، لعل ربنا يديها لكم نافلة مكان أموالكم اللي خدوها، وأم قايل النبي فيها أموالكم. أسأل سؤال كلنا ساعات بنفكر فيه، هو ينفع ناخد الفلوس دي؟ هو ينفع نطلع ناخد؟ وبعدين طب أقول لك حاجة أعجب من كده، فاكر لما النبي مهاجر من المدينة عمل إيه؟ رد الودائع. طب اشمعنى هناك رد الودائع وما قالش هم واخدين مننا فلوس؟ طب دي قدام دي، وهنا بيقول هاخد فلوسي. اولا بص بقى الجمال، اولا الودائع الاولانيه دي كانت امانه، صح؟ يعني ما ينفعش يا جماعه واحد يديك فلوس ويقول لك دي امانه عندك، وبعد كده يحصل صفقه بينك وبينه في حاجه تانية قال لك دي امانه، يحصل تجاره بينك وبينه فتقول له انت كلت عليا فلوس مش هترجعها لي، هاخد الفلوس اللي عندي. ما ينفعش، لان الفلوس اللي عندك امانه، ده موضوع وده موضوع. فالنبي ما يقدرش ياخد الفلوس اللي عنده، فعشان كده كان حريص يرد الامانات لانها ودائع، عشان تعرف ان الموضوع مش طالعين يقطعوا طريق ياخدوا فلوس، معاذ الله. انما الموضوع ايه؟ وحاجه تانية غير انها كانت امانه، طول ما انا في بلدي انا مواطن في المجتمع ده، ما اقدرش اذي المجتمع ده. لكن الان انتوا واخدين مني حق وانا مش هضيع حقي، فاهمين يا جماعه؟ والفلوس دي حقوق ناس، فانا دلوقتي زمان
ما كانش يوم الودائع ما كانش ينفع لان دي امانات، لكن دلوقتي راجل لراجل اديني حقي. فاهمين الفرق؟ وحاجه تانية كمان مهمه، عارفين ليه النبي طلع على القافله دي؟ عشان يقول لقريش افلت عليكم الطريق اللي فيه تجارتكم، فخلوا بيني وبين الناس بدل الحرب. فاهمين اقصد ايه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لقريش احسن لك يا قريش بعد الخطوه اللي انا عملتها دي، انا بسد عليك الطريق، وطالما بسد عليك الطريق فاحسن لك بدل الحرب. احسن لك ايه؟ تقولي طب خلاص يا محمد ما تقفلش علينا الطريق. فالنبي بيضيق عليهم اقتصاديا عشان يسيبوه يكلم الناس، كانه بيقول لهم انا مش عايز احارب. فاهمين يا جماعه الحته دي خطيره جدا. فقفل الطريق عليهم علشان يقول لهم ما عدتوش تعدوا في الحته دي، انا بقول لكم هقفل عليكم الطريق دون، وادي القافله وقفت، فخلي بالكم من مصلحتكم والا هقتل لكم التجاره بتاعتكم، فكده كده خلوا بيني وبين الناس. فالمفروض قريش تقول طب خلاص مش عارف. لكن قريش عندت ابو سفيان عرف ان النبي بيجهز وطالع. النبي طالع ب 313 صحابي. ابو سفيان عرف هتعمل ايه. ابو سفيان هيقوم باعت لقريش يقول لهم الحقوا محمد طالع ياخد القافله بتاعتكم. فهيبعت واحد اعلامي خطير جدا، واحد اسمه عمرو بن ضمضم. عمرو بن ضمضم ده هيعمل ايه؟ قام جايب الناقه بتاعته معورها جدع انفها، وجايب الدم وملطخ بيه جسمه وشق هدومه وركب الناقه بالمقلوب وغرق وشه بالدم. واحد خطير يعني. وقام داخل مكه، الغوث الغوث اللطيمه اللطيمه. يقولوا له في ايه؟ يقول لهم تعالوا لي على الحرم. الغوث الغوث اللطيمه اللطيمه في ايه؟ اجمعوا بس اجمعوا. الغوث الغوث اللطيمه اللطيمه لغايه ما وصل عند الكعبه. في ايه؟ محمد اعتدى على هو لسه ما اعتداش، محمد اعتدى على القافله بتاعتكم وفيها كل اموالكم. الغوث الغوث وايه؟ وعمال ماشي. فابو جهل طلع قال والله لنخرجن اليه الليله. فقام مجهز ابو جهل الجيش في سرعه عجيبه. نسيت اقول لكم حاجه، ان قبل المعركه قبل الحكايه دي بثلاث ايام، السيده عاتكه عمه النبي بنت عبد المطلب لسه عايشه في مكه، شافت رؤيه، شافت ان في رجل واقف على اعالي مكه بيقول يا آل غدر يا غدره موعدكم بعد ثلاثه ايام، وبعدين يتنقل لجبل قبيس يا آل غدر موعدكم بعد ثلاثه ايام، وبعدين يدخل عند الكعبه يا آل غدر، رؤيه شافتها عمه النبي، موعدكم بعد ثلاثه ايام. وبعدين قام واخد شويه تراب ورميهم، فما ده في الرؤيه، فدخلت كل ذره تراب في بيت من بيوت مكه، فصحيت. معناها طبعا ان مكه هيحصل فيها مصيبه. حكيتها للعباس عم النبي، العباس لسه مش مسلم. فالعباس قام رايح للوليد بن عتبه واقول له اقول لك سر ارجوك ما تقولش لحد. قال له قول. فقام حكي له فالوليد قام رايح حكي لابوه عتبه بن ربيعه، فقام حكي لاخوه شيبه، فوصلت لابو جهل، فكل مكه عرفت. فداخل العباس بقى مش مصدق، داخل بيطب الكعبه، فقام طلع لابو جهل قال يا عباس متى بدات تتنبأ فيكم النساء؟ يعني انتوا كان عندكم نبي راجل، دلوقتي كمان عندكم نبي ست؟ فقال عما تتحدث؟ قال رؤيا عتكه. قال وما رؤيا عتكه؟ قال والله يا عباس، ده ابو جهل، لو لم يظهر لهذه الرؤيا اثر في ثلاثة أيام لنعلقن في الكعبة كتابا نكتب عليه أن بني هاشم أكذب العرب. ربنا هيسيب ده يكتب؟ أنت اللي هتموت بعد ثلاثة أيام. بعد ثلاثة أيام حصلت القصة دي، وجه عمرو بن ضمضم اللطيمة اللطيمة الغوث الغوث. طلع قريش، طلع كام؟ 950 واحد. ال 950 واحد معاهم ايه؟ ال 950 واحد معاهم 300 فرس، 200 فرس اسف، ومعاهم الباقيين كلهم راكبين على الابل، يعني ما حدش هيمشي. ومعاهم حوالي 100 جمل عشان يذبحوا عشان ياكلوا منهم، هو الجمل ياكل 100. فواخدين الجمال وطالعين وواصلين لغايه المعركه، هننتقم هننتقم. النبي طالع بقى من المدينه، النبي طالع عشان العير مش كده؟ ما يعرفش ان في معركه، فطلع النبي هم 40 حارس، احنا مش عايزين نموت ومش عايزين نتخانق، فمطلع كام؟ 313 عشان يحسم الموضوع، اللي عايز يطلع يطلع، الموضوع بسيط، احنا مش طالعين نحارب، احنا طالعين للعير. فطلع معاه 313 ومعاه كام فرس؟ فرسين، فرس للزبير بن العوام وفرس للمقداد بن عمرو، فرسين بس. فطالعين ال 313، طب والباقي طالعين ازاي؟ ماشي. ازاي؟ معاهم 70 بعير على 313
فكل ثلاثة بيبدلوا على بعير، معهمش 313 بعير، معهم 70 بعير بس. فكل ثلاثة كويس، المسافة قد إيه؟ 150 كيلو. يبقى كل واحد بيمشي قد إيه؟ المسافة 350 كيلو، كل واحد بيمشي 100 كيلو صح؟ بيمشي لو إن هم ثلاثة، فكل واحد بيمشي تلتين المسافة ويركب تلت. طب النبي، النبي طالع هو ومعاه علي بن أبي طالب ومرثد بن أبي المرثد. النبي كم سنة؟ 55. علي كم سنة؟ 25. مرثد بن أبي المرثد كم سنة؟ 22. هيبدلوا على بعير، يبقى النبي هيمشي 100 كيلو. فسيدنا علي قعد مع مرثد، قال يا مرثد نحن نمشي والنبي يركب، احنا نؤثر النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالكوا هيأثروه في 150 كيلو، مش هيأثروه في حتة سمك ولا في حتة أكل، 150 كيلو، احنا نمشي والنبي يركب. فقال مرثد نعم. فراحوا هما الاثنين للنبي، بص بقى حبيبك صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله أنت تركب ونحن نمشي، أنت تركب المسافة كلها ونحن نمشي. فاحمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا لا والله، ما أنتما بأقدر على المشي مني، وما أنا بأغنى عن الثواب منكما، أنا ما استغناش عن ثوابي أبدا. فاكرين أبو بكر في الهجرة لما جاب له راحلتين قال له بالثمن، عايز أخد ثواب الهجرة. رسول الله المعصوم، رسول الله اللي في أعلى درجات الجنة، لله الجنة نهر الكوثر، النبي بيدور على الثواب في مشي 100 كيلو. اوعوا يا جماعة، خلي عندكم طموح للثواب، مش تقعد تعبد ربنا أسبوعين ثلاثة في رمضان وبعدين تقول والله كتر خيري ده أنا كده 110/10 كفاية كده. النبي طموح، خلي عندك طموح للثواب زي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طلع النبي صلى الله عليه وسلم وطلع قريش، هيتقابلوا فين؟ تعالوا نشوف. هي قريش قربت، وهي قريش بتتحرك كان ابو سفيان غير الطريق وراح من سكه ثانيه عن طريق ينبع وجده على الساحل قوي، ما عدش من عند المدينه. وان باعت لقريش قال لهم خلاص تجارتكم في امان وانا عديت من الطريق. فكل زعماء قريش بالذات عتبه بن ربيعه قالوا نرجع خلاص. فقال ابو جهل ابدا، حتى نذهب ونذبح البعير ونأكل ونشرب الخمر حتى تعلم العرب أن قريش في عزها. يعني مصر على الحرب، مصر على العناد. خلي بالكوا في اتنين ما طلعوش مع قريش. مين هم الاتنين اللي ما طلعوش مع قريش؟ أبو لهب. ليه ما رضيش يطلع؟ خاف. وأما أجر واحد بداله علشان مكتوب أنه هو حيموت أثناء الغزوة بس في مكة، عشان ربنا سبحانه وتعالى لازم المنتقم. يحصل إيه لأبو أبو لهب؟ يضرب الغلام العبد بتاع سيدنا العباس، فجارية العباس طلع المعركة مكرة، فجارية العباس تقوم جايبة حديدة وتضربه على دماغه. شوف ربنا هينتقم من أبو لهب على إيد بنت صغيرة. فيجي له مرض جلدي، يبدأ جلده يتساقط ويتساقط ويتساقط لغاية ما يسقط ميت، يخافوا يقربوا منه يحسن يتعدوا، فيهدوا عليه البيت ويموت بالطريقة دي ويدفن بالطريقة دي. مين تاني خايف يطلع؟ أمية بن خلف. مين أمية بن خلف؟ اللي كان بيعذب سيدنا بلال. أمية بن خلف خايف يطلع ليه؟ لأنه مرة عذب سيدنا بلال، فسيدنا بلال بصله وقال له حدثنا رسول الله أننا قاتلوك، هنقتلك. فصدق، فقال له يا بلال أفي مكة أم خارج مكة؟ مش بيهزر، بيتكلم جد، هتموتوني فين؟ فقال لا أدري، ما عادش أقلب بقى وقال له مش عارف، قال لا أدري. فخايف يطلع لان هم حدثوا ان هم هيقتلوه، تصدق؟ طب ما تؤمن. فعد عليه عقبه بن ابي معيط صاحب ابو جهل، فاكرين اللي كان بيؤذي النبي، وقام جايب بخور وقعد يلف حوالين اميه بن خلف ويقول له تبخر كما تتبخر النساء، بيتريق عليه. فقال والله ويحك ما اراك تاخذني الا الى مقتلي، وطلع ومات هناك اميه بن خلف. مين في اتنين طلعوا غصب عنهم؟ العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم مكره غصب عنه، وابو العاص بن ربيع زوج زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم. ما هي زينب لسه في مكه ما هجرتش، لان زوجها ابو العاص بن ربيع مشرك، هي مسلمه لكن كان لسه ما تحرمش فراق الازواج وهي عايشه مع زوجها. فلسه فطالع يحارب حماه بس طلع غصب عنه، ما كانش عايز يطلع لكن عشان ما يتقالش عليه جبان. وصلت قريش، وصل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عرف ان قريش طالعه، هتعمل ايه يا رسول الله؟ هم ال 313 دول مهاجرين ولا مهاجرين وانصار؟ مهاجرين وانصار.
طب والاتفاقية اللي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأنصار كانت على إيه؟ في بيعة العقبة، إن هم يحموه أن تمنعوني كما تمنعوا نساءكم وأولادكم، يعني جوه بلدكم. طب إحنا فين دلوقتي؟ إحنا بره ب 150 كيلو. فصلى الله عليه وسلم يقف ويقول: أشيروا علي أيها الناس، قولوا لي رأيكم يا ناس. فيقوم له أبو بكر ويقول له: يا رسول الله امضي. فيقول له: جزاك الله خيرا يا أبو بكر. من عادة النبي لو واحد قام وقال كلام كويس والناس ما اعترضتش يبقى معناها إيه؟ موافقة. فالنبي قام عايد الكلام: أشيروا علي أيها الناس. فقام طلع له عمر بن الخطاب وقال له: يا رسول الله امضي فنحن معك. جزاك الله خيرا يا عمر، أشيروا علي أيها الناس. أبو بكر مهاجر وعمر مهاجر. فقام له المقداد بن عمرو مهاجر أيضا فقال له كلام حلو قوي. قال: يا رسول الله امضي يا رسول الله، فوالله يا ريت يا جماعة نعرف نقول الكلام الحلو ده، نقوله ساعة الشدة. فوالله لا نقول لك ما قالت بنو إسرائيل لموسى، قالوا: اذهب أنت وربك فقاتل إن هاهنا قاعدون، ولكن نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتل إن معكما مقاتلون. سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول: تمنيت إن أنا كنت قلت الكلمتين دول مكان المقداد بن عمرو. قال: جزاك الله خيرا يا مقداد، اجلس أشيروا علي أيها الناس. فأم قايم له بقى مين؟ سعد بن معاذ سيد الأوس. قال: لك أنك تريدنا يا رسول الله. فقال النبي: نعم يا سعد. يا جماعة مفروض قائد معركة وإحنا في ميدان معركة كله يسمع الكلام، مفيش حد يتنفس، وبعدين ده هو رسول الله وبيحبوه. لا، أنا بحترم وعودي. شوفوا 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 تقدير الناس، شوفوا بلغة العصر الديمقراطية قد إيه، قولوا لي رأيكم. فيقوم له سعد بن معاذ: لك أنك تريدنا يا رسول الله، أنت بتقصدنا يا رسول الله؟ قال: نعم يا سعد. طب ليه ما قلتش من الأول يا رسول الله تأدبا عشان ما أحرجكوش؟ صلى الله على محمد صلى الله. لك أنك تريدنا يا رسول الله؟ فقال: نعم يا سعد. قال: يا رسول الله اسمع بقى الكلام العظيم من رجل عظيم، الرجل ده لما هيتموت عشان الكلمتين دول هيهتز الموت عرش الرحمن، وحينزل 70,000 ملك يشيعوا جنسته عشان الكلمتين دول. يا رسول الله لقد آمنا بك وصدقناك وأعطيناك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك، فامضي يا رسول الله. فوالله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك، والبحر عند العرب مخيف، لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد. اسمع بقى: وخذ من أموالنا ما شئت واترك لنا ما شئت، ويكون الذي أخذت من أموالنا أحب إلينا مما تركت، وسالم من شئت وعادي من شئت، وصل حبال من شئت واقطع حبال من شئت، فوالله لتجدننا يا رسول الله صدق في الحرب صبر عند اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك. يا جماعة حد كده يقول إن شاء الله يا رسول الله حترى مني ما تقر به عينك في الدنيا، حقابلك يوم القيامة تقر عينك بيا. تعرف تقول كلمة سعد بن معاذ؟ جماعة رسولنا النبي صلى الله عليه وسلم، قول له عايز عين يا جماعة اللي موجودين هنا، روحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قدام بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقولوا له: ستقر عينك بي إن شاء الله يا رسول الله، هفرحك يوم القيامة، مش هزعلك مني أبدا يا رسول الله. ويا ناس اللي مش موجودين في المدينة ابعتوا قولوا لنا: أيوة ستقر، سأبذل جهدي أعدك يا رسول الله، ستقر عينك بي، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك يا رسول الله. يا سلام عليك يا سيدنا سعد، يا سلام عليك. يقف النبي صلى الله عليه وسلم ويبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم عايز يشوف الأخبار إيه، يبدأ يسوي الصفوف، يوقف الناس صفوف، وحيبدأ المعركة بخطة عجيبة قوي، خطة مش متعودة عليها قريش. قريش متعودة على الكر والفر، نهاجم ونرجع نهاجم ونرجع، احنا عددنا 313، فهتعمل إيه يا رسول الله؟ هنقف صف واحد، صف واحد بس، ناس واقفين ووراهم ناس رماه، الناس اللي واقفين مخبيين الرماة وراهم، أول ما قريش تقرب يزيح والرماة تضرب، فتبدأ قريش ترتبك، فيبدأ 313 يهاجموا. خطة واقفين صف، ناس مشاة واقفين وراهم رماة ما حد شايفهم، خطة النبي صلى الله عليه وسلم كده. فالنبي عمال يسوي الصف كله يقف جنب بعضه، ففي واحد في الصحابة سمين سيدنا سواد، فكل ما النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصف يلاقي سيدنا سواد طلع له لبره، يقول له: استوي يا سواد. يقول له: حاضر يا رسول الله. وبعدين يرجع يلاقي سواد تاني طلع بره: استوي يا سواد. حاضر يا رسول الله. فثالث مره احنا مش بنهزر، احنا في معركه. فالنبي مسك السواد بتاعه كده وجيل سواد في بطنه وزقه، قال له: استوي يا سواد.
فقال أوجعتني يا رسول الله، وجعتني. إحنا في معركة ما تتوجع؟ لا. فكشف النبي عن بطنه وقال اقتص يا سواد، خد حقك يا سواد. فانكب سواد على بطن النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها يقول هذا ما أردت، هذا ما أردت. أنا عملت القصة دي وكنت طالع من الصف أصلا عشان يحصل كده، عشان أبوس بطنك. هذا ما أردت، هذا ما أردت. فقال له النبي لما يا سواد؟ قال يا رسول الله أظن أن اليوم يوم شهادة، أنا حاسس أن أنا حموت النهاردة، فأحببت أن يكون آخر عهدي بالدنيا ملاصقة جسدي لجسدك يا رسول الله. شفت الحب؟ عمرك سمعت على ناس في معركة وخايفين لأن هم قلة بيحبوا قائدهم كده؟ ده يوم معركة، حد فاضي للحب؟ قد كده حب رسول الله كان نال القلوب؟ قد إيه؟ إحنا بنحبه كده يا أخوانا، بتحبوه كده؟ نال قلوبكم كده صلى الله عليه وسلم. هتبدأ المعركة بس النبي هيعمل حاجة الأول. هتعمل إيه يا رسول الله؟ عايزين نحسب قوة التنين. ما أنت عندك جهاز استطلاع، هيبعت علي بن أبي طالب والزبير بن العوام، كانوا أطفال في مكة دلوقتي بقوا رجال عظام، هيبعتهم فإيه يشوفوا الدنيا فيها إيه، فيمسكوا غلام لقريش. الغلام دون شغلته يسقي قريش مية، فيمسكوه فيجيبوه، فالنبي بيصلي وهم لسه مسكينه، فيقولوا له من أنت؟ فيقول أنا أسقي جيش قريش. فيضربوه ليه؟ أصل هم الصحابة لغاية دلوقتي قلقانين من المعركة، فنفسهم إن تبقى عير قريش مش جيش قريش، فاهمين؟ يبقى أبو سفيان مش الجيش بتاع قريش، فيقولوا له لا أنت من أبو سفيان، عشان عارف لما تكون نفسيا نفسك تثبت حاجة تانية، يقول لهم أنا بسقي قريش، يضربوه أنت لأبو سفيان. ففي الآخر قال لهم أنا لأبو سفيان، فسبوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم خلص صلاة يقول لهم إيه؟ شوفوا صلى الله عليه وسلم، إن صدقكم ضربتموه وإن كذبكم تركتموه. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته، الولد ده مش كذاب، انتوا اللي ضربوكوا خليتوه كذاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينده الغلام، قال تعال. شوفوا شوفوا يعني كل حاجة عظيم، عظيم في كل حاجة صلى الله عليه وسلم. تعالى. فيجي له الغلام فيقول له كم عدد قريش؟ فقال لا أعلم. فقال النبي كم ينحرون؟ بيذبحوا قد ايه كل يوم؟ قال 10 إبل يوم 9 ويوم 10. فقال النبي القوم بين 900 والـ1000. النبي الأمي لأنه عارف الجمل بيأكل كام فحسبها، فعرف إن هو يبقى العدد 1000، طالما يوم بيذبحوا 9 ويوم بيذبحوا 10 يبقى أكيد العدد كده. طيب أدي أول سؤال. تاني سؤال أم سأله النبي صلى الله عليه وسلم من فيهم؟ يبقى عرف أول حاجة العدد، تاني حاجة مين بيقودهم، مين القائد؟ قال من فيهم؟ شوف بيسأل أسئلة محددة صلى الله عليه وسلم. فقال فيهم كل سادة قريش، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو الحكم اللي هو أبو جهل وأبو البختري بن هشام اللي كان ساعد النبي في الصحيفة، فاكرين؟ ومين ومين؟ وقعد يقول أسامي. فالنبي بص للصحابة، الصحابة 950، يا نهار أبيض، سادة قريش وإحنا 313، دي معركة غير متكافئة. فالنبي عايز يرفع الروح المعنوية، فما قال إيه؟ الله أكبر، ألقت إليكم قريش بفلذات أكبادها، الله أكبر. شوفوا صلى الله عليه وسلم وهو بيشد الناس لفوق كده، اجمدوا اجمدوا. وبعدين يطلع النبي صلى الله عليه وسلم يعمل استطلاع بنفسه. شايف الاستطلاع والمخابرات عند النبي هم قد ايه؟ شايف رؤيته ازاي؟ وشايف التخطيط قد ايه؟ يطلع يمشي هو وابو بكر في الصحراء، فيلاقوا شيخ من الاعراب، فالنبي صلى الله عليه وسلم عايز ياخد منه اخبار ومش عايز الراجل يعرف هو مين. فالنبي يقول له حدثنا عن جيش قريش وجيش محمد. سالوا على الاثنين، مش سالوا على جيش قريش بس. فقال الرجل من أنتما؟ فقال له النبي إن أخبرتنا أخبرناك. فقال الرجل أهذه بتلك؟ فقال النبي نعم، واحدة بواحدة. فقال الرجل أخبرني من أخبرني أن قريش خرجت يوم كذا، فإن كان صدق من أخبرني فهم الآن عند العدوة القصوى، وأخبرني من أخبرني، العدوة القصوى دي تل هنشوفه دلوقتي، وأخبرني من أخبرني أن محمد خرج من بلده يوم كذا، فإن كان صدق من أخبرني فهو الآن عند العدوة الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم واخد بعضه قايم، خلاص عرف هم فين، واصح الراجل صادق، لان انا عند العدوى الدنيا يبقى غالبا صادق ان هم عند العدوى القصوى، انا مش شايفهم، هو ورا الجبل اللي هناك دون، بس عرفنا مكانهم كمان. فالنبي قام واخد بعضه قايم، فقال الرجل من انتما؟ انت ما قلتليش. فنظر الي النبي وقال نحن من ماء، وقام واخد بعضه وماشي. فالراجل عمال يقول ماء، ماء العراق، دول من هو النبي يقصد من ماء؟ احنا مخلوقين من ماء، نحن من ماء، فما ادالوش حاجه.
شايف الكتمان والتخطيط والاستطلاع والمخابرات والحب والعظيم عظيم في كل حاجة يا رسول الله، حتى في كتمانك، علشان يطلع النبي صلى الله عليه وسلم ويقف النبي. هيوقف الجيش فين؟ احنا فين دلوقتي؟ تعالوا نشوف على الخريطة، تعالوا نتفرج احنا فين والجيشين فين. بصوا معايا في الخريطة دي، الخريطة اللي قدامنا دي يا جماعة بتوصف حركة جيش النبي وحركة جيش قريش. هنشوفها على الشاشة دلوقتي. ادي الحركة بتاعت جيش قريش وجيش النبي. هنا النبي بيتحرك، هنشوف بدقة بيتحرك النبي صلى الله عليه وسلم. ادي المدينة وجاي النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. ادي العدوى الدنيا، التل اللي عنده النبي صلى الله عليه وسلم. طيب جاي النبي صلى الله عليه وسلم، الآية بتقول ايه؟ اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى. انزل تحت كده، مكة هنا اهي، قريش جاية وآدي العدوة القصوى، فدول مش شايفين بعض. قريش جاية من تحت من العدوة القصوى، إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى، واللي في النص دي أرض المعركة. آدي أرض المعركة بالضبط مكانها هنا. الآية بقيت الآية بتقول إيه؟ والركب أسفل منكم. الركب اللي هو مين؟ القافلة بتاعت أبو سفيان. راحت فين القافلة بتاعت أبو سفيان؟ أهي نزلة من هنا وبعدت عن أرض المعركة خالص. قريش جاية من تحت عند العدوى القصوى، والنبي جاي من فوق عند العدوى الدنيا، وبيتقابلوا في أرض المعركة. دون بالضبط الشكل اللي حصلت فيه موقعة بدر. إذ أنتم في العدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. بقيت الآية بتقول إيه؟ ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمراً كان مفعولا. إيه القيمة؟ يعني ليه ربنا قال لنا إنهم في العدوى الدنيا ودول في العدوى القصوى؟ عارفين ليه يا جماعة؟ أصل المطر ربنا حينزل المطر، مش انتوا المسلمين عملتوا اللي عليكم؟ خدوا المعجزه دي من ربنا. طبيعه الارض في العدوى القصوى غير طبيعه الارض في العدوى الدنيا. الارض في العدوى القصوى لما ينزل عليها المطر تطين، فالحركه تبقى تقيله، فال950 يجهدوا اجهاد شديد. والارض في العدوى الدنيا لما تنزل المطر ارض صلبه فتزداد تماسكا، فالمشاة يمشوا عليها بقوه اكتر. لا اله الا الله. بس امتى الايه؟ لما تطلعوا رجاله. في معجزه، في معجزه. ممكن يجي المطر في كل زمان ومكان، بس لما يبقى المؤمنين مؤمنين الاول، لما يبقوا رجاله الاول. النصر سهل قوي، وما النصر الا من عند الله، انما امره اذا اراد شيئا. مش الامه دي مهنه؟ بكره تبقى امه عظيمه، مش مستحيل. مش في قاع الامم؟ بكره تبقى امه عظيمه، سهله جدا، بس هي تستحق. ربنا ما بيحابيش حد، ربنا له سنن في كونه. اللي مكسل، اللي مش عايز يشتغل، اللي مش حابب رسالته ما يستحقش. شفتوا يا جماعة؟ شفتوا الآية العظيمة؟ عرفتوا ليه حكيت لكم العدوى الدنيا والعدوى القصوى؟ بتقول الآية ليلة المعركة يبدأ المطر ينزل، يا سبحان الله، وتغرق قريش، وبقى يبقى العتاد الكبير مشكلة أكبر، ويبقى خفة المسلمين فايدة أكبر. فده يخش المعركة مستريح المسلمين، والتاني داخل المعركة مش عارف يمشي. طيب ليلة المعركة كل المسلمين خايفين. على فكرة المسلمين كانوا بيقولوا احنا مش جاهزين للمعركة. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. خايفين، احنا مش قد المعركة، لكن ربنا بيقول انتوا تقدروا دلوقتي. فربنا اللي حدد ميعاد المعركة وحدد مكان المعركة. شوفوا القادر سبحانه وتعالى، كأن بدر بقيادة السماء. انتوا تخططوا واحنا هنساعدكم، وهتنزل الملائكه بعد شويه، ويحصل حاجه عجيبه. المسلمين مش عارفين يناموا بالليل من الخوف. بشر يا جماعه، بشر مش ملائكه، خايفين. فتنزل الايه تقول ايه؟ اذ يغشيكم النعاس امنه منه، ناموا. شوفوا عشان تحسوا بالامان. واحد من الصحابي بيقول النبي كان موقفني حراسه على المسلمين، فماسك سيفي، بيقول والله سقط السيف من يدي 7 مرات، اسمع ضغيغ اسمع المسلمين وهم بيشخروا، ويسقط راسي وانام، وفوق اقول رب ازاي بس النبي قال لي اقف حراسه، وبعد شويه الاقي نفسي نمت واقوم صحي تاني. بيقول لم افهم ما حدث، وبقيت مكسوف من نفسي لغايه ما سمعت الايه بعد غزوه بدر. اذ يغشيكم النعاس امنه منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام.
لا إله إلا الله. لو نبقى رجالة نشوف ربنا يعزنا قد إيه. بس فين الرجالة؟ فين الستات؟ فين اللي يعيشوا للرسالة؟ شفتوا كل اللي بيحصل ده من أجل إن النبي عايز يعيش للرسالة. كل الأحداث دي هعيش للرسالة وأموت في سبيلها وحارب في سبيلها. لو منعتموني خلوا بيني وبين الناس، حموت وبلغ رسالتي. شفت كل ده صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ويقعد النبي صلى الله عليه وسلم يصف الجيش. هتصف الجيش فين يا رسول الله؟ هيصف الجيش قدام بدر مليانة أبار، فهيحط الأبار قدامه ويرجع هو ورا الأبار، وتبقى قريش جاية فتبقى الأبار بينه وبين الناس. خطة النبي كده. فيجيله واحد من الصحابة مش مشهور، ملوش في السيرة غير الموقف ده. يا رسول الله، أهذا منزل أنزلكه الله عشان أسكت؟ ربنا قالك تقف هنا؟ أم هو الحرب والرأي والمكيدة والفكر؟ فقال النبي بل هي الحرب والرأي والمكيدة. أنا ما فيش وحي قال لي الخطة، أنا كل تخطيطي، فاكرين الكلام اللي أنا قلته لكم يا جماعة؟ الوحي يثبت ويحط المنهج. المعجزات مش لتغيير الأحداث ولا للتخطيط، لرفع الروح المعنوية. يا رسول الله أنت نازل هنا بوحي تخطيط، أهو كلمة واضحة عشان بس استدل على كل الكلام اللي انا قلته. اهو منزل انزلكه الله، جبريل نزل يقول، ام يلا هي الحرب والرأي والمكيدة. فقال حباب بن المنذر، بما انها الحرب والرأي والمكيدة يا رسول الله، فان هذا ليس بمنزل، الحتة دي غلط. ها القائد العام للجيش، جندي صغير مش معروف، مش ابو بكر ولا عمر، بيقول له غلط المكان اللي انت نازل فيه واحنا في يوم معركة. أكيد يقول له امشي روح وقف على المكان بتاعك ما تنطقش، أو أنت إزاي تتجرأ تقول لي أصلا، أو أنت مين إداك الحق إنك تتكلم؟ فقال النبي فماذا ترى أنت يا حباب؟ طب أنت رأيك إيه؟ قال رسول الله بيننا وبينهم الآبار، أرى أن نردم الآبار إلا بئر واحد في المؤخرة، ونتقدم نحن أمام البئر ويكون خلفنا، فنشرب ولا يشربوا، فيكونون عطشا فنقاتلهم ونحن أشداء ويقاتلونا على الماء. يبقى هم عطشانين بيقتلوا على الماء وإحنا بنقتل على الرسالة. فقال النبي أصبت بالرأي، غوروا الآبار واردموا الآبار إلا آخر بئر، أما غير الخطة على كلام حباب بن المنذر. يا جماعة في احترام لرأي البني آدم أكتر من كده؟ احترام البني آدم إيه اللي وداك يا حباب لو أنت عارف أن أنت مش هيتسمع كلمتك؟ يا جماعة سلبية الناس أحد أسبابها بصراحة إن الناس حاسة إن ممكن كلامها ما يتسمعش. لكن شايف النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيدي المساحة دي من الحرية، المساحة دي من السماع. يعني أنا مش قادر أقول أكتر من كده غير ما أعظمك في كل شيء يا رسول الله. وخلي بالكو تغيير الخطة اتنسبت للنبي ولا اتنسبت للحباب بن المنذر؟ اتنسبت للحباب بن المنذر. غير النبي صلى الله عليه وسلم الخطة، ووقف النبي الصفوف صف واحد، وهيبدأ النهاردة أول حديث بيتكلم عن فضل الجهاد. الجهاد بقى هيجي، وأحاديث الجهاد وما نكسفش منها. أي دولة في الدنيا بتخوض معركة قادتها بيتكلموا عن الاستشهاد والبطولة ولا لأ؟ اشمعنى على الإسلام نكسف من أحاديث الجهاد وأحاديث الاستشهاد طالما في مكانها الصحيح، وطالما مش بيستخدم لتدمير بلادنا؟ فيقف النبي صلى الله عليه وسلم قدام الصحابة أول مرة هيقول الكلمتين دول، ويقوم قايل إيه؟ المعركة هو بقينا قدام بعض، وطلعوا من وراء العدوى القصوى وإحنا طلعنا من قدام العدوى الدنيا، وبقينا قدام بعض، والمعركة هتبتدأ، والمسلمين واقفين صف، وقريش مش فاهمة ليه المسلمين واقفين صف، مش فاهمة إن دي خطة. ويقف النبي صلى الله عليه وسلم ويقوم قايل قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، اللي هيموت النهاردة هيخش الجنة. فالصحابة مش مصدقين، أول مرة النبي يقول حديث زي ده، عمره ما قال كلمة زي كده قبل كده، أول مرة في غزوة بدر. شفتوا يا جماعة أحاديث الجهاد جت في الوقت المناسب إزاي؟ ما نقولش للشباب أحاديث وندفعهم لحماسة في وقت ما فيهوش فاهمين إن الخطاب الديني يأتي في المكان المناسب. قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فيطلع للنبي عمير بن الحمام ويقول له يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض؟ فقال النبي نعم يا عمير. فقال بخن بخن يا رسول الله، الله الله يا رسول الله. فقال له النبي لما تقول بخن بخن؟ قال أرجو أن أكون من أهلها اليوم، أنا عايز أخش الجنة النهاردة النهاردة. فقال له النبي أنت من أهلها. يا ترى الوحي قال له
ولا بص في عينيه لقى مرجله، مش عارف. راجل انت من اهلها، ايه ده؟ يعني انا رايح الجنه النهارده؟ انت متخيل؟ فكان في يده تمرات، فعمال ياكل في التمرات كده، لسه الصفوف، لسه المعركه ما ابتدتش، فبيتقوى بتمرتين ثلاثه. وبعدين قام قايل ايه؟ اما بيني وبين الجنه الا هذه التمرات، انها لحياه طويله، انا لسه حستنى التمرات. والقى التمرات ودخل فمات شهيدا، فكان من اول شهداء بدر رضي الله عنه وارضاه. من ضمن الشهداء حارثه. مين حارثه ده؟ حارثه ده شاب عنده 18 سنه، بس كان شاب عظيم قوي. خلي بالكم، اللي هيعبد في رمضان هم دول اللي ربنا بيختارهم. حارثه ده كان عابد قوي قوي قوي، لدرجه ان النبي صلى الله عليه وسلم مره قابله في الطريق بيقول له: كيف اصبحت يا حارثه؟ قبل غزوه بدر، صحي عامل ايه النهارده؟ فقال اللي عنده 18 سنه، قال: اصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. المفروض الناس بتقول لك كيف اصبحت، تقول له: والله كويس، تعبان، عندي مرض. اصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. فقال له النبي: يا حارثه، ان لكل قول حقيقه، فما حقيقه ايمانك؟ الدليل. فقال: أصبحت وكأني أرى عرش ربي بارزا، وكأني أرى أهل الجنة يتنعمون في الجنة، أنا سمعهم، وكأني أرى أهل النار يصطرخون في النار، أنا شايفهم. فعزفت نفسي عن الدنيا، فأظمأت نهاري وأسهرت ليلي بالقيام. فقال له النبي: يا حارثة، عرفت؟ فالزم. ولزم حارثة، وجاي النهاردة يوم المعركة، وقبل ما المعركة تبتدي سهم طايش من عند قريش يجي يقع في رقبة حارثة ويسقط حارثة رضي الله عنه شهيدا. وتيجي أم حارثة تبكي. تبكي ليه؟ عشان ابنها ما ماتش شهيد في المعركة، فاكرها عشان مات قبل المعركة يبقى مش شهيد. وتقول له: يا رسول الله، أحارثة في الجنة؟ فأفرح. أم هو في غير ذلك؟ ما قالتش النار. أم هو في غير ذلك؟ فأجتهد عليه في البكاء. فالنبي يبص لها ويقول لها: يا أم حارثة، إنها ليست جنة واحدة، إنها جنان كثيرة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. 18 سنة بس دخل الفردوس الأعلى. كان بيصلي قيام ليل في رمضان وبيسجد بين ربنا. القراء كانوا بيعلموا مشروعات صغيرة وحرف صغيرة، راحوا شهداء، وحارثة كان عابد راح شهيد. هم دول اللي ربنا بيختارهم، مش الناس اللي بتتكلم وبتقول أي كلام، ملهاش دعوة باللي حافظ قرآن كتير وعنده علم كتير، لها دعوة بالرجالة، لها دعوة باللي بيحبوا دينهم. يقف النبي صلى الله عليه وسلم ويبدأ. تبدأ المعركة ازاي؟ ثلاثة من قريش هيبارزوا ثلاثة من المسلمين. هيطلع مين من قريش؟ تخيل، عتبة بن ربيعة اللي ما كانش عايز يطلع، وشيبة بن ربيعة أخوه، والوليد بن عتبة بن ربيعة. عارفين ليه طلعوا؟ عشان لما أبو جهل قال له أجبنت، حب يثبت إنه مش جبان، فطلع عيلته كلها. أحياناً الحمية بدون عقل هيموت الثلاثة. فطلع لهم ثلاثة من الأنصار. فعتبة بن ربيعة قال لهم: من أنتم؟ قالوا: من الأنصار. قال: أكفاء كرام. شوفوا الأدب، محترمين وكل حاجة، لكن لا نريدكم، إنما نريد أكفاءنا. عايزين ولادنا وعايزين قرايبنا نحاربهم، مش عايزين حد غريب، عايزين نحارب عيلتنا. فرجعوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام قايل: لا، أنا اللي هحدد بقى مين يا رسول الله هتطلع. قم يا علي، قم يا حمزة، قم يا أبو عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب. طلع مين؟ طلع عيلته. أول ما ضحي أضحي بعيلتي. مين اللي حينام مكانك في الهجرة؟ علي بن أبي طالب. أول ما ضحي ما ضحيش بالغريب. هتبعت مين مع الفقراء اللي طالعين الهجرة إلى الحبشة؟ رقية بنت محمد. أول ما ضحي ما ضحيش بالناس، أضحي بعيلتي. شفتوا أنتوا يا جماعة، أنتوا واخدين بالكم كمية القيم اللي بنقولها في الحلقة؟ مين ده؟ مين اللي ناجح في كل حاجة؟ مين اللي عظيم في كل حاجة غير محمد صلى الله عليه وسلم؟ هاتولي إنسان في الدنيا عظيم في كل حاجة. هتلاقوا ناس عظيمة في المعارك الحربية، نابليون وكذا، هتلاقوا ناس عظيمة في الفكر، فولتير وكذا، هتلاقوا ناس عظيمة في الأدب، مش عارف، شكسبير وكذا، لكن هل هناك عظيم في كل ميادين الحياة إلا محمد صلى الله عليه وسلم؟ تعرفوا عظيم غيره في ميادين الحياة إلا هو صلى الله عليه وسلم؟ يطلع التلاتة. أما علي فيقتل الوليد بن المغيرة، ما ياخدش في إيده غلوة، طبعا علي بن أبي طالب يعني الفتوة كلها. وأما حمزة بن عبد المطلب فيقتل شيبة بن ربيعة. وأما عتبة وأبو عبيدة بن الحارث فيختلف الضراب، فتتقطع رجل أبو عبيدة ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وتتقطع رجل أو يضرب، الاثنين اختلفوا الطعان والاثنين بيموتوا. فأما علي وحمزة فهموا على عتبة بن ربيعة فقتل، وأما أبو عبيدة بن الحارث فراح شلول النبي وهو في دماءه في اللحظات الأخيرة، فوضعوه على الأرض. فقال النبي: لا لا لا، ضعوه على فخذي،
حطوه ما يتحطش وشه على التراب، حطوه على فخدي. فهو بيموت يبص للنبي أبو عبيدة ويقول له أوفيت يا رسول الله؟ عملت اللي علي يا رسول الله؟ بيموت يا أخواني، راضي؟ راضي، عملت اللي علي يا رسول الله. الحب كده، الرسالة كده، المرجلة كده، أوفيت يا أنا خايف، أنا حموت، أنا أوفيت يا رسول الله. فيبكي النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع إيده ويقول اللهم إني أشهدك أن أبا عبيدة بن الحارث قد وفى. تخيل لما النبي يشهد لبني آدم وفى، عمل اللي عليه، وفيته يا أخوانا، وفيته، عملتوا اللي عليكم، هتقابلوه، هتقولوا له ستقر عينك بنا، وهتقولوا له وفيته، اعملوا حاجة يا أخوانا، شيلوا الرسالة بتاعته، ده كل ده عشان رسالته، ده كل ده عشان حضرتك تطلع مسلم. كل الحرب دي، بدر دي عشاننا، بدر دي مش عشانهم، هم كل ده عشانك أنت، عشان الحق في الأرض، عشان الجزيرة العربية، عشان البلاد بعد كده. قد كده العيشة للرسالة غالية، حرب من أجل الرسالة، من أجل الحق، من أجل الخير، من أجل إصلاح الأرض. ويموت أبو عبيدة بن الحارث وتبدأ المعركة. قريش تدخل وفجأة تبص تلاقي اللي واقفين قدامها بيختفوا، يطلع الرماة ويبدأ القتل، ويبدأ صناديد قريش يقعوا، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول محدش يهاجم، الأول مبارزة وبعد كده نديهم ضربة موجعة. الرماة اللي ما كانوش شايفينهم عشان يستعدوا ليهم، كل صحابي مشاة يقوم راجع ورا الرامي، والرامي يبقى إيه ده؟ إيه يا رسول الله؟ عبقري في العسكرية، عظيم في العسكرية، عظيم في المخابرات، عظيم في الاستطلاع. ويبدأ الرماة يضربه ويضربه، ويبدأ يتساقط صناديد قريش، وتحصل مفاجأة عظيمة. إيه؟ طفلين. ميمنة المسلمين فيها مين؟ في آخر الصف كده فيها عبد الرحمن بن عوف. النبي قال له أنت في الميمنة، مديله قد إيه يا رسول الله؟ مديله 15 واحد، ما إحنا كلنا 313، فمديله النبي صلى الله عليه وسلم 15 20 واحد. فعبد الرحمن واقف بقى من معركة أصلا، وأنا الميمنة معايا 15، ميمنة إيه دي اللي فيها 15 واحد؟ فبيقول يعني طب قلت طب أبص ال 15 واحد دول بقى جامدين قد إيه؟ فببص عن يميني فلقيت ولد عنده 15 سنة، فقلت يا نهار أبيض هم دول اللي أنا هحارب بيهم. فببص عن شمالي فلقيت ابن عمه عنده 14 سنة، فقلت آه قد علمت موقعي اليوم، أنا ضايع يعني ما فيش فايدة يعني. فبيقول فقبل المعركة أنا واقف هكذا، فوجدت الذي عن يميني اسمه معاذ ومعوذ الولدين، فوجدت الذي عن يميني يشدني من ثيابي، ما هو مش طويل 15 سنة، يشدني من ثيابي يقول لي يا عم أين أبو جهل؟ يومك يا أبو جهل جه، يا ما أذيت النبي والمسلمين على إيد أطفال، أين أبو جهل؟ فقلت له وما لك أنت بأبو جهل؟ فقال لي، ده عبد الرحمن بيحكي، قالت لي أمي إن لم تقتل أبو جهل فلا تعود. ستات شفتوا الستات ماشيين معنا إزاي؟ ما هو ده لازم يبقى وراء أم زيه، ما هو ده ما يطلعش إلا بأم كده. فبيقول فارتفعت نفسي، روحي المعنوية عليت، فوجدت الآخر يشدني من ثيابي، يا عم أين يا عم؟ دور لك على حد قدك، بتدور على قائد جيش الكفار، يا عم أين أبو جهل؟ فقلت وما لك أنت أيضا بأبو جهل؟ قال سمعت أنه يسب رسول الله، ولا تطيق نفسي أن أترك من سب رسول الله، لأنتقمن لرسول الله. طب ما سنة رسول الله ضيعة دلوقتي، مين عايش ليها؟ مين ينضر نفسه؟ مش يموت نفسه، ده احنا عايزين نبني، احنا رسالتنا سلام زي النبي صلى الله عليه وسلم، إلا لو اضطررنا لغير كده. أنا مش دي مش دعوة للشباب روحوا موتوا نفسكم، دي دعوة للشباب ابنوا بلادكم من أجل النبي، من أجل الرسالة، صلحوا اعملوا نهضة لبلادكم عشان نفرح بنفسنا ونعز كده ونقول إحنا أحفاد محمد صلى الله عليه وسلم. يا أهل المدينة يا اللي موجودين معنا في الحلقة، أنتوا أحفاد النبي، وروا رسول الله من نفسكم يوم القيامة رجولة وعزة. يا أهل مصر، يا أهل الشام يا اللي معانا الحلقة موجود فيها 9 جنسيات، بلغوا بلادكم، عايزين رجالة. يقول فما فرحت بشيء كفرحتي بهذين الرجلين وقد ربط السيوف على أيديهما، لسه عظمهم طري. على فكرة النبي ما كانش بيصرح للأطفال يطلعوا المعارك علشان حقوق الأطفال اللي بتتقال اليوم، لكن الاتنين دول أجازهم بعد ما دخلهم مصارعة ووراهم فأثبتوا إن هم بلغوا ورجالة. شوف النبي حريص على أي نقطة، ويطلع الاتنين رابطين على أيديهم السيوف مش قادر يمسك جامد عشان السيف لسه عظمه طري. يقول عبد الرحمن بن عوف فانطلق كالسهمين يتسابقان، رايحين لأبو جهل،
يا جماعة يا شباب يا صغير خلي طموحاتكوا كبيرة زي معاذ ومعوز، بلاش الطموحات الصغيرة، اكبر. مش معناها انك تبدأ بحاجات كبيرة، تبدأ بحاجات صغيرة في التنفيذ لكن حلمك كبير، ويطلع الاتنين ويتفقوا على خطة. معاذ الكبير يقول لمعوذ، هو معاذ ذكي، قال له ايه؟ انت تضرب قوائم الفرس. ما هو ابو جهل ضخم جدا وقعت فوق فرس، انت تضرب القوائم يقع من على الفرس او من قتله. فراحوا فقام معوذ ضارب قوائم الفرس. هو بيقول بعد كده، بيقول والله لا ادري كيف سقط، ربنا سبحانه وتعالى ربنا. فيسقط ابو جهل، يقول معاذ فرايت انني اذا ضربته في بطنه لا اقتله، صعب علي، فضربته في الرقبة ثم انطلقنا نجري، فجرى وراءنا عكرمة بن أبي جهل فضربني على كتفي. معاذ بيحكي، فقطع الكتف إلا من موضع جلدة، فوجدت أن معوذ سيسبقني إلى رسول الله يبشره، وأريد أن أبشر النبي مثله، فوضعت يدي تحت قدمي وتمطأت فخلعت، ما هو كان خلاص اتخلع، فخلعت كتفي وجريت لأسبق ابن عمي لأفرح رسول الله أن من آذاك يا رسول الله قد انتقمت منه. فوصلنا إلى النبي نقول له قتلنا أبو جهل، قتلنا أبو جهل. فنظر النبي إلى ذراعي فأسرع يقول من يداويه، ثم قال يا ابن مسعود، ابن مسعود اللي جسمه قليل قوي فاكرينه، اذهب فتيقن من الخبر. فراح ابن مسعود فلقى أبو جهل في النفس الأخير، فابن مسعود أم حاطت رجله على صدر أبو جهل، فأبو جهل قال له لم يبق إلا أنت يا رويعي الغنم، ما بقاش إلا العبيد هم اللي يحطوا رجلهم على صدري. فقال له أبو جهل لمن الغلب اليوم؟ حتى أبو جهل عنده رسالة حريص عليها، أبو جهل صاحب رسالة وإحنا مش أصحاب رسالة، بيسأل في اللحظة الأخيرة مين اللي كسبان النهاردة. فقال ابن مسعود لله ورسوله ودف عليه فقتله. قتلوا أطفال وأضعف رجل في المسلمين عشان تبقى آية للمسلمين إلى يوم القيامة، ويقف النبي في وسط المعركة ويقول بأعلى صوته حاجة عظيمة قوي، هيقول إيه؟ هتقول إيه يا رسول الله؟ من لقي منكم أبو البختري بن هشام، ده في جيش الكفار، فلا يقتله. فقالوا لما يا رسول الله؟ قال وفاء له بما فعله معنا يوم الصحيفة. يوم مزق الصحيفة بتاعت الحصار الاقتصادي، هو أحد الناس اللي منعوا الحصار، ما حدش يقتله. يا رسول الله احنا في ايه ولا شايف الاخلاق الحربيه؟ حد كلمه الاخلاق الحربيه لم تعرفها اوروبا ولا امريكا الا بعد الحرب العالميه الثانيه والقنبله الذريه، قالوا يبقى في حاجه عشان ما نموتش بعضنا اسمها الاخلاق الحربيه. انظر للاخلاق الحربيه عند رسول الله، اللي يشوف ابو البختري ما يقتلوش وفاء، شايف قيمه الوفاء؟ شايفين الوفاء يا جماعه؟ يطلع اتنين من الصحابه، واحد من الصحابه بيحكي بيقول انا ماشي لقيت ابو البختري في وشي وجنبه واحد من الكفار، فلفيت على اللي جنبه وسبته. فابو البختري استغرب، ما انت جاي من ناحيتي لفيت ليه؟ فقال له لما لم تحاربني؟ فقال امرنا رسول الله الا نحاربك. فقال لما؟ هو نسي. قال وفاء لك ليوم الصحيفه. فقال ابو البختري قاسي قوي، ارايت ان قتلتك انا؟ فقال افر منك طاعه لرسول الله. فافتكر نفسه جامد ابو البختري، فبدا يجري ورا الصحابي، والصحابي خلق الوفاء للدرجه دي، يجري الصحابي وابو البختري لغايه ما زنقوا، فالصحابي لقى نفسه هيموت، فلفله وقتله. انا اقوى منك بس انا بعمل الوفاء، انا عندي اخلاق، اخلاق حربيه. فقتله الصحابي فعاد يبكي الى رسول الله، يقول يا رسول الله يا جماعه ده هم 1000 ما صدقنا قتلنا واحد بيبكي، انا اسف يا رسول الله، والله لم ارد، كاد سيقتلني. فقال له النبي لا عليك، انما اردنا الوفاء، احنا كنا عايزين نكون اوفياء. عظيم في اخلاقك يا رسول الله. وتنزل الملائكه في الاخر، في الاخر مش في الاول. ليه مش طلعتوا رجاله؟ تنزل الملائكه، ما تنزلش في الاول. اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم فثبتوا الذين امنوا، يبقى دورها ايه؟ التثبيت. فثبتوا الذين امنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. تنزل الملائكة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في أول المعركة عمال بيدعي. خلي بالكم النبي ما شاركش في حتة من الأول خالص، شارك بعد ما قريش انكسرت وبدأ يعمل هجوم مضاد. يعني الأول وقف المسلمين صف لغاية ما الرماة ضربوا قريش، فبدأت قريش تقع. أول ما ارتبكت قريش أم عامل هجوم مضاد، لكن ساعة ما الرماة بيضربوا كان النبي قاعد ورا بيعمل ايه؟ عمال يبتهل يا رب يا رب، وجنبه سيدنا أبو بكر. شوف التذلل إلى الله. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، دي مش شتيمة، دي معناها لما تذللتوا لربنا نصركم.
تذللوا في رمضان يا اخواننا لربنا، تذللوا قوي. شوفوا النبي يوم بدر كان بيتذلل ازاي، رفع ايديه فوق لغايه ما بان بياض ابطيه وموطي راسه، يا رب يا رب يا رب، لدرجه ان سيدنا ابو بكر يطبطب عليه يقول له هون عليك يا رسول الله هون عليك، لدرجه ان العبايه بتاعته وقعت من عليه. تعرفوا تتذللوا لربنا في رمضان كده؟ تعرفوا تدعوا كده يا رب يا رب ماليش غيرك، ويقول لربنا ايه؟ يا رب ان تهلك هذه العصابه المجموعه على المؤمنين فلن تعبد في الارض بعد اليوم، انا ما يهمنيش اتهزم، انا يهمني ان الرساله فلن تعبد. شوفوا يعني انا قضيتي مش النصر والهزيمه، فلن تعبد في الارض بعد اليوم. ويفضل النبي كده لغايه ما يلاقي جبريل نازل فيقول الله اكبر، هذا جبريل ينزل في كوكبه من الملائكه، في الف من الملائكه ليثبت المؤمنين، ويمسك النبي حصى ويبدا يرمي الحصى ويقول هذا موضع مقتل ابو جهل، هذا موضع مقتل عتبة، ها يقول لك فما غادر واحد منهم المكان الذي أشار إليه النبي. طب لما أنت عارف الأماكن كده يا رسول الله كنت بتتضرع ليه؟ درس تتعلموه يا مسلمين، تثقوا في ربنا لكن تعملوا اللي عليكم، مش تثقوا في ربنا فتقولوا خلاص ربنا يحلها بقى، ما هو أكيد ما هو وعدنا أن احنا هننتصر، ربنا وعده بالنصر لكن قال له اشتغل. يا جماعة بدر خطيرة، درس خطير، تخطيط وآية من الله، بدر بقيادة السماء وبدر ببذل المجهود في الأرض، رجولة وجدية وملائكة من السماء ومطر ينزل وأرض يتغير معالمها، سبحان اللي اختار مكان ومعاد المعركة تتقابله هنا في الحتة دي عشان الأرض. لا إله إلا الله، انتصار حاسم للمسلمين. وفي وسط المعركة يشوف بلال أمية بن خلف اللي كان بيعذبه ويقول أمية بن خلف لا نجوت إن نجا. فأمية بن خلف لما لقى جاي بلال عليه قام رايح لعبد الرحمن بن عوف وقال له استسلمت عشان يبقى أسير، ما هو هيتقتل، فقال له استسلمت أنا أسير. فعبد الرحمن بن عوف راجل تاجر فقال لك هاته ده فرصة ده هيدفع فلوس كتير، فقام واخده أسير. فبلال قام جاي قال وسع يا عبد الرحمن أمية بن خلف لا نجوت إن نجا. فقال عبد الرحمن دعه يا بلال فإنه أسيري. قال لا أسير لك اليوم، والله لن أموته، ده ياما أذاني. فأم عبد الرحمن بن عوف قال يا أمية انبطح على الأرض. فانبطح أمية أم نازل فوقيه عبد الرحمن بن عوف عشان بلال ما يقتلوش. فسيدنا بلال أم نازل منبطح هو كمان وبخنجر لغاية ما قتل أمية بن خلف، فمات أمية بن خلف اللي ياما عذب بلال. كل اللي أذوكوا يا مسلمين ربنا انتقم منهم، حتى أبو لهب اللي ما طلعش هناك، وأمية بن خلف اللي كان خايف يطلع مات، وأبو جهل اللي أذاكم. بدر يوم حاسم، انتصار حاسم، ويقتل 70 من صناديد قريش، ويقتل عقبة ابن أبي معيط اللي أذى النبي صلى الله عليه وسلم، وتخلص المعركة على كده. ويقف النبي صلى الله عليه وسلم ويحفر حفرة تسمى القليب يلقى فيها 70، ويقف قدامهم النبي ويقول هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ شفتوا مش قلتكم خلوا بيني وبين الناس؟ فقال عمر أتكلمهم وهم موتى يا رسول الله؟ قال يا عمر ما أنت أسمع لي منهم. يا أبو جهل حطيت مصلحتك الشخصية عن الحق، أديك مت. يا أبو لهب يا أمية اوعوا يا جماعة تفضلوا مصلحتكم على الحق، عيشوا لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ويموت 14 من صحابة النبي كلهم من الأنصار إلا أبو عبيدة بن الحارث، عشان يفضل الأنصار اللي بايعوا النبي على التضحية مضحيين على طول، 14 13 منهم من الأنصار. خلصت. بكرة في مفاجأة، بكرة غزوة أحد. لكن شفتوا يا جماعة النهاردة بالله عليكم تعيشوا للرسالة ولا لا بقى؟ تحبوا النبي ولا لا؟ هيقر عينه بيكم يا جماعة؟ وفيتوا؟ هتقولوا له وفينا يا رسول الله؟ إني داع فأمنوا. يا رب يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا أكرم يا رب استجب، يا رب استجب، اكتبنا رفقاء النبي يا رب يا رب يا رب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.